اليوم ننظر إلى مدينة صفد، بات ما يقارب 40% من مستوطني مدينة صفد في طور التهجير، هم ذهبوا إلى جوش دام وتل الربيع في وسط فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى مدينة حيفا. يخرج رئيس بلدية ما يسمى بلدية حيفا ويقول يعني يتمنى على المستوطنين أن لا يتركوا مدينة حيفا. ما هذا الكيان المؤقت؟ الخط الأفقي من حيفا غربا إلى صفد شرقا على ضفاف بحيرة طبرية وما دون بحيرة طبرية، يعني العفولة والخضيرة والناصرة، تعتبر منطقة عسكرية للمقاومة. لذلك على المستوطن في هذه البقعة الجغرافية بالإضافة إلى الجولان العربي المحتل، على هذا المستوطن أن يعلم أن بقاءه في هذه البقعة الجغرافية تشكل خطرا كبيرا على حياته. اليوم تم قصف محطة الكهرباء في مدينة صفد المحتلة، اليوم تم قصف قاعدتين عسكريتين للتحكم الجوي في بيريا إلى الشرق من صفد وروشديما. هذه القاعدتين تعتبران زينة التحكم والسيطرة الجوية. النقطة الأساسية أيضا مستوطنات الجولان باتت تحت القصف اللحظوي وليس اليومي فحسب، بل باللحظة تقصف هذه المستوطنات. حيفا، الصور التي سرقت من حيفا تبين بأن حزب الله استهدف حيفا بصواريخ حتى الآن لم يفصح عن نوعها واسمها. صفد كذلك الأمر، عندما تنظر إلى صفد وقاعدة بيريا وترى هذا الحزام الناري الممتد إلى مئات الأمتار، تعلم أن حزب الله قصف عمرها لهذا الكيان المؤقت.